اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 7 which is entitled factorizing by completing the square. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر اخر درس في سلسله دروس الفاكتورايزيشن. الدرس بتاعنا النهارده درس سهل ومعتمد بنسبه كبيره على lesson 3 وlesson 4. طيب قبل ما نتكلم في lesson 7 تعالوا مع بعضينا كده نحاول نفتكر ليسون 3 كان بيتكلم عن ايه. ليسون 3 كان بيتكلم عن البيرفكت سكوير تراينوميال، يعني المنظر ده بتلاقي ان الفيرست تيرم بتلاقيه بيرفكت سكوير، يعني عندي هنا 4x سكويرد. ال 4x سكويرد ليها روت اللي هو ايه؟ اللي هو 2x. طيب ال 9 ليها روت اللي هي ايه؟ اللي هي 3. وكان الميدل تيرم ليه كونديشن مهم قوي، كان بيكوال ايه؟ توايس روت الفيرست تايمز روت السكند، يعني 2 تايمز 3 از 6 تايمز 2 از 12. طالما ده 12x يبقى الاكسبريشن ده بسميه بيرفكت سكوير تراينوميال. وكان ليا الحق ان انا مجموعه الادد تيرمز دي احولها لتو براكتس، التو براكتس دول زي بعضيهم، واقول كده 2x بلس 3 و2x بلس ايه 3 او 2x بلس 3 باور ايه باور 2. يبقى البيرفكت سكوير تراينوميال كان ال 3 ادد تيرمز دول بحولهم ل 2 سيميلر براكتس. الفيرست تيرم عباره عن روت الفيرست تيرم، والسكند تيرم عباره عن روت الثيرد ايه تيرم، بروفايدد ذات الميدل تيرم يحقق الكونديشن. طب انا ايه اللي هستفيده من الكلام ده في ليسون 7؟ ليسون 7 لما هتجي لك المساله هيجي لك الترم ده وهيجي لك الترم ده بس، هيجي لك تو تيرمز بس. يعني الصفه المميزه لشكل الاكسبريشن في ليسون 7 ان هيجي لك جاست تو تيرمز، ولازم يكون الترم ده از بوزيتيف، لان لو جالي تو تيرمز وعندي الترم ده نيجاتيف هيتحول ليسون 4 اللي هو الديفرنس بتوين تو سكويرز. طيب هعمل ايه بقى؟ ايه اللي هنعمله لما يجي لي التو تيرمز دول؟ التو تيرمز دول انا هيبقى الخطه بتاعتي ان انا اوصل بيهم للاكسبريشن ده. يعني ليسون 7 انا هحوله دايركتلي لليسون 3 اند 4، هنشوفها ازاي دلوقتي. يبقى انا لازم اعمل اضافه للترم ده في الاكسبريشن. طب سهل كده في الماثيماتكس ان انا اعمل اديشن لاي ترم لاي اكسبريشن وزاوت تشينجينج اتس فاليو؟ طبعا ما مستحيل. يبقى احنا هنتحايل شويه وانا بعمل اديشن. عشان اعمل اديشن وما يغيرش الفاليو بتاع الاكسبريشن انا هعمل سبتراكشن ويز ذا سيم فاليو اوف ذا ادد تيرم. يبقى انا لما اضيفه واشيله يبقى كاني عملت اديشن لزيرو، وانا عارف ان الزيرو ده يعتبر الاديتيف ايدنتيتي فين؟ في اي ماثيماتيكال اكسبريشن. طيب تعالوا مع بعضينا نحاول نترجم الكلام ده على مساله ونشتغل كده بالاكزامبلز ونشوف المساله بتتحل ازاي. هنا عندي اكزامبل 1 بيقول لي فاكتورايز ايتش اوف ذا فولوينج اكسبريشنز. زي ما انت شايف بتلاقي تو تيرمز. الصفه المميزه اللي انت هتشوفها فيهم ده بيرفكت سكوير وده بيرفكت سكوير. في حاجه مهمه جدا ان لازم يكون عندك ده بلس. لو دي ماينس على طول هتحل لسون 4. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشوف الروت بتاع ده ايه؟ الروت بتاع ده 2x سكويرد، والروت بتاع ده الروت بتاع ده y سكويرد. يبقى انا محتاج توايس ده تايمز ده يكون موجود عشان اقول ان المجموعه دي كلها بيرفكت سكوير تراينوميال. يبقى نضيفه على طول. يبقى انا هقول بلس توايس ده تايمز ده، يعني 2 تايمز 2x سكويرد تايمز y سكويرد. يديني ايه؟ يديني 4x سكويرد y سكويرد. ده الميدل تيرم المفقود، يبقى انا هحطه في المساله. يبقى هنا بلس 4x سكويرد y سكويرد. طيب ما ينفعش اضيف تيرم على الاكسبريشن وزاوت تشينجينج اتس فاليو من غير ما اشيله تاني. يعني ايه؟ لازم اقول ماينس 4x سكويرد y سكويرد. الحته دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن زيرو. يبقى اكني ما غيرتش فين في الاكسبريشن خالص. طب هعمل ايه بعد كده؟ ناخد بقى الجزء ده كده مع بعضه. يبقى هو ده الميدل تيرم، يبقى الجزء ده كله متحقق فيه ايه؟ متحقق فيه ان هو بيرفكت سكوير تراينوميال.
يعني ده كله يتحول لايه؟ يتحول لتو براكتس كده، او براكت معمول له سكويرنج في الفيرست تيرم اللي هو ده 2x سكويرد بلس y سكويرد باور ايه؟ باور 2. وده يتبقى هنا ماينس 4x سكويرد y ايه؟ سكويرد. يبقى اول خطوه بعملها هي خطوه بيتم فيها اضافه الثيرد تيرم او الميدل تيرم المفقود واشيله تاني، واخد الجزء اللي بالبوزيتيف، اخد الجزء اللي بالبوزيتيف اضمه مع التيرمز اللي هي مدهاني، وابتدي اكمل الايه البيرفكت سكوير. وده هنا ده اسم الدرس اللي هو فاكتورايزنج باي كومبليتنج ذا ايه ذا سكوير. والجزء اللي عندي اللي هيتضاف ده هيحول المسألة لليسون 4. يبقى أنا هنا كده ده ليسون 3 والجزء ده ليسون 4. إزاي ليسون 4؟ difference between two squares. أدي كده سكوير وأدي كده إيه، هتلاقي كل ده سكوير، يعني الفور عبارة عن two squared والإكس سكويرد والواي سكويرد. يبقى ده هيديني 2x squared plus y squared minus 2x xy. الترم ده ماينس الترم ده والبراكت الثاني الترم ده بلس الترم ده، يعني 2x squared plus y squared plus 2x a 2xy. تعالوا نشوف example 2. example 2 انت داخل على مسألة لقيت ال x power 8 ده perfect square لانه هو عبارة عن x power 4 all over power 2. طب وعندي ال 16 ده من اشهر ال perfect squares اللي احنا عارفينه، عبارة عن 4 power 2. طب وبينهم ايه؟ وبينهم ماينس. يبقى على طول اشتغل ليسون 4 تو براكتس، واحد نيجاتيف والتاني ايه؟ والتاني بوزيتيف. عندي هنا اكس باور 4 ماينس ال 4 واكس باور 4 بلس الايه؟ بلس ال 4. طيب لما نيجي تبص على ده، ده ستيل ديفرنس بتوين تو سكويرز اللي هو يديني اكس سكويرد ماينس 2 واكس سكويرد بلس مين؟ بلس 2. طيب تعال نبص ده. ده لو قبل كده كنا هنسيبه، لكن دلوقتي بعد ما تعرفنا على ليسون 7 وتعرفنا ان لما يكون عندي 2 بيرفكت سكويرز تيرمز موجودين كده معمول لهم اديشن، انا ممكن اد اند سبتراكت الايه الميدل تيرم اللي هو هيكمل لي البيرفكت سكوير. يعني هنقول كده هنا هيبقى اكس باور 4 بلس مين؟ بلس ال 4. طب هاد وسبتراكت مين؟ انا عندي ال 4 ده الروب بتاعها از 2، x باور 4 الروب بتاعها is x a squared. يبقى انا هضيف twice 2 times x a squared اللي هي 4x squared. يبقى هنضيف 4x squared وحنشيل 4x a squared، واخد الترم اللي في البلس مع الايه؟ مع المجموعة دي كده. يبقى دي هيديني x squared minus 2 x squared plus 2، مفيش فيهم تغيير خالص. هنا بقى هيتكون ايه؟ هنا هيبقى عندي x squared plus مين؟ ال 2 اللي هم ال 2 روتس بتوع ال 2 ترمز دول، وهنا ايه؟ squared minus 4x squared. ده يتفك لايه؟ ل 2 ترمز، x plus 2 minus root ده اللي هو 2x و x plus 2 plus 2x. تنهي معايا المسألة على x squared minus 2 x squared plus 2. هنا x squared plus 2 minus 2x x squared plus 2 plus 2x. example 2 بيقول لي factorize each of the following. اول مسألة معانا x power 4 plus x squared y squared plus y power 4. انت داخل على المسألة دلوقتي لقيتها 3 terms. اول حاجة هتفكر فيها lesson 1 و 2 and 3، وجود ال x power 4 وال y power 4 يخليك على طول تشك ان انت في lesson ايه؟ lesson 3، وان انت هتحول الاكسبريشن ده لبيرفكت سكوير تراينوميال. طيب لما نيجي نبص ونتاكد نلاقي ان الاكس باور 4 الروب بتاعها از اكس سكويرد والواي باور 4 الروب بتاعها از واي اي سكويرد. طيب نيجي نشوف بقى الميدل تيرم. الميدل تيرم عباره عن توايس الفيرست روت الفيرست تايمز روت الايه السكند اللي هو 2 اكس سكويرد واي اي سكويرد. تيجي تروح تبص هنا ما تلاقيش 2 اكس سكويرد واي سكويرد، وبالتالي مش هقدر اشتغل عليها بليسون 3. نعمل ايه؟ ولا اكنك شايف ده خالص، ده كده ولا اكنك شايفه، والميدل تيرم اللي انت جبته هتعمل له بلس وماينس. يبقى هنجو فارزر في المساله دي كده، اكس باور 4 بلس اكس سكويرد واي سكويرد
بلس واي باور 4 هنا بلس 2 اكس سكويرد واي سكويرد ماينس 2 اكس سكويرد واي سكويرد. يعني ما قلتش حاجه. مين اللي انت محتاجه؟ انت محتاج ده، يبقى هاخد ده وده وده مع بعضيهم، والاثنين دول هيبقوا لايك دي تير، نضمهم مع بعض. يبقى تتحول معايا المساله للاتي: اكس باور 4 بلس 2 اكس سكويرد واي سكويرد اللي هو ده بلس واي باور 4، دول مع بعضيهم كده بيرفكت سكوير تراينوميال، واخد دول هنا مع بعضيهم ماينس 2 اكس سكويرد واي سكويرد بلس اكس سكويرد واي ايه سكويرد، اللي هو هيكوال معايا الاتي: ده هيتحول الى اكس سكويرد بلس واي سكويرد اول اوفر باور 2. طب وهنا ده بلس ده يديني ماينس اكس سكويرد واي اي سكويرد. تلاقي المساله ظبطت معاك على شكل ليسون 4 ديفرنس بتوين تو سكويرز، اللي هتبقى معايا اكس سكويرد بلس واي سكويرد ماينس الاكس واي، وهنا اكس سكويرد بلس الواي سكويرد بلس اكس واي. المساله اللي بعديها 4x باور 4 و9y باور 4. دخلت على المساله 3 تيرمز، الفيرست عندك بيرفكت سكوير، الثيرد تيرم بيرفكت سكوير، تشك اللي انت في ليسون 3 على طول. طب الروت بتاع ده ايه؟ الروت بتاع ده اكس سكويرز، الروت بتاع ده 3y سكويرز. الميدل تيرم عباره عن ايه؟ عباره عن توايس روت الفيرست روت الثيرد، اللي هي هتيكوال 6x سكويرد واي ايه سكويرد. اروح ابص بعيني ما لقاهوش، يبقى ولا اكنك شايف ده خالص، ده كده انت مش شايفه. تتعامل مع المسألة عادي، هنضيف ده ونشيله تاني، يبقى x باور 4 ماينس 19 x سكويرد y سكويرد بلس 9 y باور 4. هنضيف الميدل تيرم اللي هو الميسنج تيرم ده ونشيله تاني. مين اللي انا محتاجه من هنا؟ محتاج الجزء ده اللي هو بالبلس ده، هاخد ده ومعاه ده ومعاه ده، يبقى انا كده كونت البيرفكت سكوير تراينوميال. نحطها في براكت، يبقى اكس باور 4 بلس 6 اكس سكويرد واي سكويرد بلس 9 واي باور 4. اللي بقى الاثنين دول يتحطوا جنب بعضيهم بره، ماينس 19 اكس سكويرد واي سكويرد ماينس 6 اكس سكويرد واي سكويرد. تلاقي المساله معاك اصبحت كالاتي: ده بيرفكت سكوير تراينوميال يتحول للروت ده بلس الروت ده، يبقى اكس سكويرد بلس 3 واي سكويرد الكل سكويرد. الاثنين دول نعمل لهم اديشن يديني ماينس 25 اكس سكويرد واي سكويرد. تلاقي ده لروت وده لروت، يبقى نعملها كده: اكس سكويرد بلس 3 واي سكويرد ماينس روت ده اللي هو 5 اكس واي، والبراكت الثاني اكس سكويرد بلس 3 واي سكويرد نفس الكلام ده، المره دي بلس 5 اكس واي. السيكونس بتاع المساله اي مساله هتجي لك نفس السيكونس ده، مفيش اي اختلاف خالص. هتديوس الميدل تيرم وتضيفه، بعد كده تشيله ثاني ريجاردنج الترم اللي هو مديهولك، يعني حتى ده ولا اكنك شايفه. بعد كده ده هينضاف على الايه؟ على اللي هيبقى اللي انت مش محتاجه، وهيطلعوا لك السكند تيرم في الديفرنس اكسبريشن. طيب نيجي اللي بعد كده، وانت داخل على المساله تلاقي 27 اكس باور 4 3 واي باور 4، انا مش شايفهم بيرفكت لان انا عندي هنا ال 3 عامله لي مشكله وال 27، ابص هنا الاقي 30. طب ال 3 وال 30 وال 27 كلها مالتيبلز اوف 3، يبقى على طول اخد ال 3 كومن فاكتور، يبقى دي هتديني ايه؟ هتيكوال معايا 3، ويبقى معايا هنا 9x باور 4 ماينس 10x سكويرد y سكويرد، الكلام ده بلس مين؟ y باور 4. ظبط ده بيرفكت سكوير، ظبط ده بيرفكت سكوير. الروت بتاعه 3x سكويرد، الروت بتاعه y سكويرد. يبقى الميدل تيرم اللي انا متوقعه توايز ده تايمز ده، 2 تايمز 3 is 6، يبقى 6x سكويرد y سكويرد. ابص بعيني هنا مش شايفه، يبقى ولا اكنك شايف ده خالص، ده كده انساه. ال 3 دي اوعى تنساها، هنكتب ال 3 كده، وبعد كده هيبقى 9x باور 4 ماينس 10x سكويرد y سكويرد بلس y باور 4. انا محتاج ده نعمل له اديشن ونشيله،
طيب مين اللي انا محتاجهم عشان نحقق البرفكت سكوير تراينوميالز؟ محتاج ده، محتاج ده، محتاج ده، والباقي دول يتحطوا مع بعضهم على جنب، يبقى ده هيكوال معايا 3. وهنا 9x باور 4 بلس 6x سكويرد واي سكويرد بلس واي باور 4 اللي هم المجموعه دول. طب ده ماينس ده يديني ماينس 16x سكويرد واي سكويرد، هتبقى يظبط معاك نفسه. اوكي، وخد بالك ال 3 دي معمول لها ملتبليكيشن في كل الكلام ده، تفضل معايا لحد النهايه، اللي هو هيكوال معايا الاتي 3 ملتبلايد في ايه؟ انا عندي ده كله عباره عن 3 x سكويرد بلس y سكويرد all over باور 2، وده هيبقى نيجاتيف 16 x سكويرد y سكويرد. طيب ده هيكوال معايا الاتي 3 open bracket 3 x سكويرد بلس y سكويرد، ناخده مره ماينس رود ده ومره بلس رود ده، يبقى ماينس ال 4 x y هنا هيبقى 3 x سكويرد بلس y سكويرد بلس 4 x x. لما نيجي نبص هنا للتو اكسبريشنز دول نلاقي ان هم برضو ينفع يتعمل لهم فاكتورايزيشن. لما نيجي نبص كده، انا عندي هنا 3x سكويرد يبقى 3x تايمز الx، وعندي هنا الواي سكويرد يعني 1 تايمز 1. انا عندي هنا بوزيتيف ساين يعني الاثنين زي الميدل تيرم، نيجاتيف وايه ونيجاتيف. هنا يديني x، هنا يديني 3x، السم بتاعهم نيجاتيف 4 وهنا السم بوزيتيف 4، يبقى هيديني مره ده كده 2 براكتس بالنيجاتيف و2 براكتس بالبوزيتيف، يعني هتيكوال معايا 3 تايمز 3x ماينس ال1 طبعا هنا اللي هو هيبقى الواي ماينس الواي والx ماينس الواي، الكلام ده تايمز 3x بلس الواي والx بلس مين؟ الx بلس الواي. نيجي نشوف مع بعضينا اكسرسايزز ثانيه. فاكتورايز ايتش اوف ذا فولوينج بيرفكتلي. زي ما انت شايف ده الروب بتاعه 2x سكويرد، ده الروب بتاعه از 1، يبقى الميسنج تيرم او الميدل تيرم عباره عن توايس روت الفيرست تايمز روت الثيرد اللي هو 4x سكويرد، يبقى انا ده هقول ان هو هيبقى 4x باور 4 بلس ال1، هنقاد 4x سكويرد وهنشيل ال 4x سكويرد، ناخد دول مع بعضيهم يتحولوا الى 2x سكويرد اللي هو ده بلس ده على طول سكويرد ماينس ال 4x سكويرد اللي هو هيديني 2x سكويرد بلس ال1 ماينس ال 2x، وال 2x سكويرد بلس ال1 بلس ال 2 ايه؟ ال 2x. نفس الكلام هنا، ال x باور 4 الروب بتاعها x سكويرد، 64y باور 4 الروب بتاعها 8y سكويرد، يبقى الميسنج تيرم عباره عن توايس روت الفيرست تايمز روت الثيرد اللي هو هيكوال معايا 16x سكويرد y سكويرد، نضيفه عندي على الاكسبريشن يبقى هتيكوال معايا x باور 4 بلس 64y باور 4، الكلام ده بلس 16x سكويرد y سكويرد ماينس 16x سكويرد y سكويرد اللي هتيكوال الكلام ده كده كله هيديني اللي هم التو روتس دول انا ايه اخترتهم في الاول، يعني x سكويرد 8y سكويرد all over سكويرد ماينس 16x سكويرد y سكويرد. ناخد مره ده مع روت ده بالبوزيتيف ومره ده مع روت ده بالنيجاتيف، يبقى هيديني x سكويرد بلس 8y سكويرد ماينس ال 4xy، لان ده كده الروت بتاعه 4xy، وهنا هيبقى x سكويرد بلس 8y سكويرد بلس 4x مين؟ 4xy. طيب نيجي المساله بعد كده. هنا عندي 36 وعندي 51 وعندي 25، اخد بالي ده لي روت اللي هو 6x سكويرد وده الروت بتاعه از ايه؟ از 5. طب تعالى نشوف الميدل تيرم، الميدل تيرم هيبقى توايس 6x سكويرد تايمز 5، 2 تايمز 5 از 10 تايمز 6 يبقى 60x سكويرد. اجي ابص هنا ما لقاهوش، يبقى ولا اكنك شايف ده خالص، ده شيله من حساباتك خالص. يبقى انا هكتب المساله تاني، هقاد وهسبتراكت الترم ده، يبقى 36x باور 4 بلس ال 51x سكويرد بلس مين؟ ال 25، الكلام ده بلس 60x سكويرد ماينس 60x مين سكويرد. مين اللي انا محتاجه؟ محتاج ده مع ده مع ده،
طب ودول دول هيتلموا مع بعضهم ويجوا لي على جنب هنا، يبقى ده هيديني كده، هيديني 36x باور 4 بلس 60x سكويرد بلس 25. ظبطت الايه التراينوميال اللي هي بيرفكت سكوير، وهنا نيجاتيف 60x سكويرد بلس 51x ايه سكويرد ويتش ايكوال. ده كده يديني ده بلس ده ومعمل لهم سكويرنج، يبقى 6x سكويرد بلس ال 5 سكويرد. طيب ده نيجاتيف 60 وبلس 51 دي نيجاتيف 9x ايه سكويرد، تحولت معاك اللي اسمه 4، يبقى 6x سكويرد بلس ال 5 ماينس 3x لان روت ده 3x، والناحيه الثانيه 6x سكويرد بلس ال 5 بلس الايه 3x. تعالوا مع بعضينا نشوف exercise 7. اول حاجه بيقول لي factorize each of the following perfectly. طيب two terms positive sign بينهم، يبقى لازم ايه الميسنج تيرم اللي هو الثيرد تيرم اعمل له addition و subtraction. طيب نجيبه الاول، الروت بتاع ده is x power 2، الروت بتاع ال 4 is a is 2، يبقى الميدل تيرم twice الفيرست second يبقى عباره عن 4x power a 4x باور 2. يبقى هنا المسألة هتبقى عبارة عن x باور 4 بلس 4 بلس 4x سكويرد ماينس 4x سكويرد. المجموعة دي كده كلها مع بعض تديني x سكويرد بلس 2 اللي انت جبتهم في الأول دول تحطهم في البراكت سكويرد ماينس 4x سكويرد اللي هي هتديني x سكويرد بلس 2 ماينس 2x لان ال 4x سكويرد الروت بتاعها 2x. الناحيه الثانيه x سكويرد بلس 2 بلس 2a 2x. هنا a تايمز a يديني 2 والسم از نيجاتيف 2 مستحيل، a تايمز a يديني 2 والسم از 2 مفيش لان عندي 1 تايمز 2 از 2 والسم از 3. يبقى تقف معايا مساله على كده، x باور 4 بلس 64 الروت بتاع الاكس باور 4 از اكس سكويرد والروت بتاع ال 64 از 8. دول اللي هيتحطوا في البراكت اللي عليه سكويرنج. طيب يبقى الميدل تيرم عندي نيجي في الدرافت كده عباره عن توايس اكس سكويرد تايمز ال 8 اللي هي هتيكوال 16 اكس ايه سكويرد. يبقى ده هتبقى اكس باور 4 بلس 64 بلس 16 اكس سكويرد ماينس 16 اكس ايه سكويرد. ده كده مع بعض يتحول ل x سكويرد بلس ال 8 all over a سكويرد ماينس 16x سكويرد اللي هتيكوال معانا x سكويرد بلس ال 8 ماينس 4x و x سكويرد بلس ال 8 بلس 4a 4x. المسألة اللي بعديها الروت بتاع ال x باور 4 is x سكويرد، الروت بتاع 4y سكويرد is 2y باور 2. يبقى الميدل تيرم اللي انا هضيفه twice x squared 2y squared اللي هو 4x squared y squared، يبقى دي هتيكوال معايا x باور 4 بلس 4y باور 4 بلس 4x squared y squared ماينس 4x squared y squared. المجموعة دي مع بعض تتحول ل x squared بلس 2y squared all over باور 2 minus 4x squared y a squared. Difference between two squares يديني x squared plus 2y squared minus 2xy. ال 4 الروت بتاعها 2، x squared الروت بتاعها x، y squared الروت بتاعها y، وبراكت التاني ودي بلس، وهنا x squared plus 2y squared plus 2x a 2xy. اللي بعديها x باور 4 الروت بتاعها x squared، هنا الروت بتاعها 8y squared، يبقى الميدل تيرم عبارة عن twice x squared 8y squared اللي هي 16 x squared y a squared. يبقى هتديني هنا x باور 4 plus 64y باور 4 plus 16 x squared y squared minus 16 x squared y a squared. دي كلها كده مع بعضيها تديني x squared plus 8
y squared باور 2 minus 16 x squared y squared اللي هتديني x squared plus 8 y squared minus 4 xy و x squared plus 8 y squared plus 4 xy. عايز ترتبها ممكن ترتبها يعني ممكن نعملها بعد كده according to descending order of x يعني حط x squared وبعد كده الترم ده وبعد كده الترم ده وعايز تسيبها كده الاثنين زي سين. السؤال اللي بعد كده ال a باور 4 الروت بتاعها a squared 2500 الروت بتاعها 50 ال b باور 4 الروت بتاعها b squared يبقى الميسنج تيرم اللي هو الميدل تيرم بيكوال معايا twice a squared 50 b squared اللي هي 100 a squared b a squared يبقى دي هتيكوال معنا الاتي a باور 4 بلس 2500 b باور 4 بلس 100 a squared b squared minus 100 a squared b squared ده اللي هو يديني ايه المجموعه دي كلها تديني ايه الاثنين دول a squared بلس 50 b squared all over power 2 minus 100 a squared b squared اللي هي هتيكوال 2 brackets واحد مره بوزيتيف ده ومره واحد نيجاتيف ده يبقى عندي a squared plus ال 50 b squared الكلام ده minus مش minus ده بقى minus root. طب انا خدت ده ليه؟ لان هنا في اوريدي هنا فوق باور 2 يعني دول كده متكرر منهم مرتين لكن ده لا الروت ده هو اللي فوق يبقى لازم اخد روت لده اللي هو 10 AB والناحية الثانية A squared plus 50 B squared plus 10 AB. Problem 6 ال 81 X power 4 الروت بتاعها 9 X squared ال 4 Z power 4 الروت بتاعها 2 Z squared الميدل تيرم عبارة عن twice 9 X squared times 2 Z squared 2 times 2 is 4 times 9 يبقى هتيكل معايا 36x squared z squared يبقى هنضيف الترم ده وهنشيله تاني يبقى 81x power 4 plus 4z power 4 plus 36x squared z squared minus 36x squared z squared المجموعة دي كلها perfect square trinomial اللي هتديني 9x squared plus 2z squared الكل squared الكلام ده minus 36x squared z squared اللي هت equal 2 brackets مرة ده مع root ده بالنيجاتيف مرة ده مع root ده بالبوزيتيف يبقى 9x squared plus 2z squared الكلام ده minus root 36 is 6 6xz هنا 9x squared plus 2z squared plus 6xaxz سيبها كده سيبها مش لازم ترتبها لان يعني كده عادي مفيش مشكله خالص. السؤال اللي بعديها ال 4x باور 4 الروت بتاعها 2x squared 625 الروت بتاعها 25z squared يبقى ال missing term 2 times 2x squared times 25z squared 2 times 2 is 4 times 25 is 100 يبقى 100x squared z squared لو هيديني 4x باور 4 بلس 625 z باور 4 بلس 100 x squared z squared minus 100 x squared z squared المجموعة دي perfect square trinomial تديني 2x squared بلس 25 z squared الكل باور 2 minus 100 x squared z squared اللي هتديني 2x squared plus 25 z squared minus 10 كانت من 10 root 100 xz الكلام ده times 2x squared plus 25 z squared plus 10x a 10xz اللي بعديها هنا الروت بتاعها 8x squared هنا الروت بتاعها 9y squared يبقى الميسنج تيرم 2 تايمز 8x سكويرد 9y سكويرد اللي هي هتيكوال معايا 144x سكويرد y سكويرد يبقى هنا هتيكوال 64x باور 4
plus 81y power 4 plus 144 x squared y squared minus 144 x squared y squared. المنطقة دي كلها perfect square trinomials تديني 8x squared plus 9y squared الكل squared minus 144 x squared y squared تديني 8x squared plus 9y squared minus 12xy براكت التاني 8x squared plus 9y squared plus 12xy اللي بعديها. ناخد بالنا ال 12 ملهاش روت وكذلك ال 3 يبقى واضح ان انا هاخد ال 3 as a common يعني دي هتيكل معايا ال 3 يبقى هنا يبقى 4x باور 4 بلس y باور 4 واشتغل على دي هنا ده 2x squared هنا y squared. الميسنج تيرم از هيبقى twice 2x squared y squared which is 4x squared y squared يبقى هتيكل معايا 3 times 4x power 4 plus y power 4 plus 4x squared y squared minus 4x squared y squared. المجموعة دي هتيكوال معايا الآتي 2x squared plus y squared power 2 minus 4x squared y squared اللي هتيكوال 3 هنا 2x squared plus y squared minus 2xy وهنا 2x squared plus y squared plus 2xa 2xy. Problem 10 هنا عندي x power 4y squared وعندي هنا 162x power 4y squared. ناخد بالنا ان انا عندي الy squared ممكن اخدها common. طيب ال 8 ليه root؟ لا ملوش root. طيب ال 162 16 divided 8 is 2 و2 ديفايد مش هينفع يبقى انا في كومون هاخده يحول لي الاثنين دول لبيرفكت ايه سكوير. طب انا مش هينفع اخد ال8 كلها طب اخد من هنا 4 ولا اخد 2 لو خدت 4 تتحول دي ل2 مش هتنفع يبقى واضح جدا ان انا هاخد 2 از ا كومون فاكتور يبقى لما اخد 2 y سكويرد از ا كومون فاكتور يبقى معايا من ال8 4 وهنا x باور كام باور 4 يبقى لما اخد 4 من هنا لما اخد 2 از ا كومون فاكتور 16 divided 2 يديني 8 2 divided 2 is a is 1 ويبقى عندي هنا z باور a z باور 4. طيب هنا الروت بتاعه 2x squared هنا 9z squared الميسنج تيرم is 2 times 2x squared times 9z squared اللي هو 36x squared z squared يعني ده هيكوال معايا الاتي 2y squared ما تنسهاش وهنا 4x squared plus 81z power 4 plus 36x squared z squared minus 36x squared z squared. المجموعة دي كلها perfect square trinomial دي كانت تنزل معايا بايه؟ تنزل معايا بده وده اللي هو 2x squared plus 9z squared الكل باور ايه 2 وده minus 36x squared z squared وما انساش ال 3 اللي موجودة عندي ايه بره يبقى هتيكوال معانا الاتي 3 open bracket 2x squared plus 9z squared minus 6xz bracket التاني عبارة عن 2x squared plus 9z squared plus 6xz. Exercise 2 factorize each of the following completely. المسائل دي مختلفة عن exercise 1 في ان هو بيضيف لك الميدل تيرم ولكن مش هو ده الميدل تيرم اللي انت محتاجه فعلا فولا اكنك شايفه خالص هتضيف في المسألة ال deduced third term وتشيله تاني وهتلاقي ان الترم ده داب معاك مع الترم المتبقي وتحول للسكند تيرم في الايه في الديفرنس بتوين تو سكويرز. طيب هنشتغل ازاي المسألة؟ اخد ده كده الروب بتاعه 3x squared ال1 الروب بتاعه is 1 يبقى الميدل تيرم twice is 3x squared times ال1 which is 6x squared. نيجي نبص هنا ما نلاقيش 6x squared هتقول لي يا مستر طب ما انا معمل addition ل4x squared وsubtract 4x squared. طيب الكلام ده ممكن
بس انا مش عايزك تتلخبط، فانا عايزك تضيفه هو على طول كله وتشيله تاني، وده اوتوماتيكلي هيدوب مع مين؟ هيدوب مع ده. اوكي طيب، يبقى انا محتاج مين؟ محتاج الترم ده وده وده، يبقى هت ايكوال معايا الاتي: 9x باور 4 بلس 6x سكويرد بلس 1. الكلام ده ماله؟ الكلام ده بلس 2x سكويرد ماينس 6x باور 2 اللي هت ايكوال ده كده يديني 3x سكويرد بلس 1 اول اوفر باور 2، وده يديني ماينس 4x سكويرد اللي هت ايكوال 3x سكويرد بلس 1 ماينس 2x، وهنا 3x سكويرد بلس 1 بلس 2x. اوعى تغلط تحط لي دي هنا واحده بلس وواحده ماينس، لا ده كده بينزل معاك مرتين. طب اللي بعد كده، الروت بتاع x باور 4 از x سكويرد، الروت بتاع ال 16 از ايه؟ از 4. تعال نشوف الميدل تيرم توايس ال x سكويرد تايمز الايه؟ تايمز ال 4 اللي هي 8x ايه؟ سكويرد. طيب ما تجيش بقى تقول لي اصل انا هنا ايه، طب انا هقعد كام عشان اوصل لل8؟ لا ما تحيرش نفسك، انت على طول اعمل ادنج لل8 اكس سكويرد وسبتراكت 8 اكس ايه سكويرد. خد اللي انت محتاجه، واللي انت مش محتاجه اوتوماتيكلي هيتضافوا على بعض، هيطلعوا لك الترم اللي انت محتاجه اللي هو ايه اللي هو السكند تيرم في الديفرنس بتوين تو سكويرز. يبقى ده وده وده x باور 4 بلس 8 x سكويرد بلس 16. لما تيجي تبص ده وده تعملهم اديشن يديني ماينس 36 x سكويرد. ظبطت معاك اهي، اللي هي هت ايكوال هنا هيديني x سكويرد بلس ال 4 سكويرد ماينس 36 x سكويرد اللي هي هت ايكوال x سكويرد بلس ال 4 ماينس هنا 36 الروت بتاعها ال 6 يبقى 6x، الكلام ده تايمز x سكويرد بلس 4 بلس ايه 6x. بروبلم 3، الروت بتاع ال x باور 4 از x باور 2، الروت بتاع ال 81 از 9، يبقى الميدل تيرم 2 تايمز x سكويرد تايمز 9 which is 18x سكويرد. ولا اكنك شايف ده خالص، يبقى هزود 18 اكس سكويرد وهعمل لها ماينس 10 in order not to change the value of the expression. واللي احنا محتاجينهم ناخدهم مع بعضيهم، انا محتاج ده ومحتاج ده ومحتاج مين ده، يعني ده وده وايه وده. يبقى هنا x باور 4 بلس 18 اكس سكويرد بلس 81، الكلام ده ماينس ال 18 اكس سكويرد بلس 9x سكويرد اللي هت ايكوال ده يديني ايه؟ ده يديني ده بلس ده، يبقى x سكويرد بلس 9 سكويرد نيجاتيف 18 بلس 9 يديني ماينس 9x سكويرد. طب لو هيديني x سكويرد بلس 9 ماينس 3x، x سكويرد بلس 9 بلس 3x. اللي بعديها، الروت بتاع ده 3x سكويرد والروت بتاع ال 16 از ايه از 4، يبقى المفروض الميدل تيرم يكون عندي 2 تايمز 3x سكويرد تايمز ال 4 which is هنا 6 و 4 24x ايه x سكويرد. طيب يبقى هنأد 24x سكويرد وهنشيل ال 24x سكويرد، اخد ده مع ده مع ده، يعني هيديني الاتي: 9x باور 4 بلس 24x سكويرد بلس 16. الاثنين دول مع بعضهم يديني نيجاتيف 49x سكويرد اللي هت ايكوال ده اللي هو 3x سكويرد بلس 4 اول اوفر سكويرد ماينس 49x سكويرد، يبقى هيديني 3x سكويرد بلس 4 ماينس 7 x لان روت ال 49 7، الكلام ده هيبقى بلس 3x سكويرد بلس ال 4 بلس ال 7 ايه 7x. شكلها ممكن تجيب معاك تاني، نيجي هنا نجرب. انا عندي هنا 3x تايمز ال x وطبعا ده اولويز بلس، يبقى عندي هنا هيبقى بلس بلس وماينس ماينس. طيب
انا عندي هنا ال 4 a times a يديني 4 والدياجونالز تبقى 7. واضح ان انا هحط ال 4 هنا وال 1 هنا، يبقى هنا 4x وهنا 3x تظبط معايا 7x. يبقى هاخد ده مع ايه؟ ده مع ده، يبقى هيديني ال 2 brackets دول مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. يعني ده هنكملها هنا كده، هتديني 3x plus 4 times x plus 1 و 3x minus 4 times x minus mean minus 1. نيجي اللي بعديها، هنا الروب بتاع ده x squared، الروب بتاع ده 2y squared، الميدل تيرم هيبقى 2 times x squared times 2y squared اللي هو 4x squared y a squared. يبقى هتيكوال معانا هنا x power 4 plus 3 x squared y squared 4y power 4، هنضيف 4x squared y squared ونشيلها تاني. مين اللي انا محتاجه؟ هاخد ده كده مع ده كده مع ده كده، والاثنين دول نعملهم اديشن ويتحطوا لي بره. يبقى هتيكوال معايا الاتش x باور 4 بلس 4x سكويرد y سكويرد بلس 4y باور 4 نيجاتيف 4 وبلس 3 يبقى نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف x سكويرد y سكويرد. يبقى التو براكتس بتوعي ده اللي هو هيكوال ايه؟ ده اللي هيكوال معايا x squared plus 2y squared الكل a squared minus x squared y squared اللي هتيكوال x squared plus 2y squared minus xy، وهنا x squared plus 2y squared plus a plus xy. سأل اللي بعد كده ال m power 4 الروب بتاعها m squared، ال n power 4 الروب بتاعها n squared، السكند تيرم توايس ده تايمز ده يعني 2m squared n squared. نضيف هنا بلس 2m squared n squared واشيلها تاني. مين اللي انا محتاجه؟ هاخد ده كده مع ده كده مع ده كده، دول هم اللي انا محتاجهم اللي يكونوا لي البيرفكت سكوير تراينوميالز. يبقى هتيكوال معايا المساله m باور 4 بلس 2 ام سكويرد ان سكويرد، الكلام ده بلس ان باور 4، الكلام ده ماينس، ده هيبقى 13 ام سكويرد ان ايه سكويرد. تاخد بالك من حاجه مهمه جدا، ان انت عندك هنا النيجاتيف 13 مالهاش ايه؟ مالهاش روت. وبالتالي بدل ما اخد بقى الترم ده، لا انا اخد الترم الثاني ده. يعني هنعمل اسكيبنج للخطوه دي، والخطوه الصح تكون ايه؟ ان انا اضم ده مع ده مع ده، والبراكت ده البرفكت سكوير يبقى ديفرنس. يعني تبقى المساله معايا كده m باور 4 ماينس 2 m سكويرد n سكويرد، الكلام ده بلس n باور ايه؟ n باور 4. ومين يبقى بره؟ يبقى بره النيجاتيف 11 مع البلس 2. يبقى هنا نيجاتيف 11 m سكويرد n سكويرد بلس 2 m سكويرد n سكويرد. يبقى هتيكوال معايا كده هنا هيبقى m سكويرد ماينس n ايه؟ سكويرد all over باور 2. وتعتبر دي اول مساله تقابلنا ان احنا نستعمل الترم الثاني علشان يظبط معايا الجزء المتبقي، يظبط معايا ايه؟ بيرفكت سكوير. طيب هنا يبقى معايا نيجاتيف 9 ام سكويرد ان سكويرد اللي هتديني ام سكويرد ماينس ان سكويرد ماينس 3 ام ان، وهنا ام سكويرد ماينس ان سكويرد بلس 3 ام ايه ام ان. المساله دي حلوه، مش شرط دايما ناخد البوزيتيف في المسائل اللي فيها السيرد تيرم ده، لكن المسائل دايما اللي بتكون تو تيرمز باخد ده على طول، لكن في المسائل اللي زي دي لو ما ظبطتش معاك حاول تجرب تاخد الايه الترم الثاني. تعال نشوف هنا الاكس باور 4 بتاعها اكس سكويرز، هنا الروب بتاعها 5y سكويرد، الميدل تيرم از توايس اكس سكويرد 5y سكويرد اللي هي 10x سكويرد y سكويرد. يبقى هنقاد بلس 10x سكويرد y سكويرد ماينس 10x سكويرد y سكويرد. مين اللي انا محتاجه؟ محتاج ده ومحتاج ده ومحتاج ده معايا. يبقى هتيكوال معايا المساله الاتي x باور 4 بلس 10x سكويرد y سكويرد بلس 25y باور 4، الكلام ده بلس x سكويرد y سكويرد ماينس 10 x سكويرد y ايه سكويرد اللي هتيكوال ده يديني
x squared plus 5y squared all over power 2 وده يديني negative 9 x squared y squared اللي هتتفك معايا ال 2 brackets x squared plus 5y squared minus 3xy ناحية تانية x squared plus 5y squared plus 3xa 3xy. Problem 8 ال a power 4 الروت بتاعها a squared 16 b power 4 الروت بتاعها 4b squared يبقى الميسنج تيرم اللي هو الميدل تيرم عبارة عن twice a squared times 4b squared اللي هو 2 times 4 is 8 a squared b squared يبقى هنعمل adding ل 8 a squared b squared وحسب تراكت 8 a squared b a squared. طيب ناخد مين بقى؟ ناخد الترم ده مع ده مع مين؟ مع ده يبقى عندي a power 4 plus 8 a squared b squared plus 16 b power 4 الكلام ده واخد ده ده هنا وده مع بعضيهم نيجاتيف 8 و plus 4 يبقى نيجاتيف 4 a squared b squared اللي هت equal ده كده perfect square trinomial زيديني a squared plus 4b squared all over squared minus 4a squared b squared اللي واحد equal معايا 2 brackets هنا a squared plus 4b squared minus 2ab جت منين؟ root ال 4 is 2 root ال a squared is a root ال b squared is b وهنا a squared plus 4b squared plus 2ab مسألة اللي بعديها x power 4 root بتاعها x squared y power 4 root بتاعها y squared يبقى الميدل تيرم توايس الاكس سكويرد واي سكويرد نعمل له هنا ادينج ونشيله تاني ناخد ده كده مع ده مع ده يبقى اكس باور 4 بلس 2 اكس سكويرد واي سكويرد بلس واي باور 4 الكلام ده يبقى بره بقى مين ده وده مع بعضيهم اللي هو نيجاتيف 9 x squared y a squared اللي هت equal ده يديني x squared plus y squared all over squared minus 9 x squared y a squared اللي هي x squared plus y squared minus 3xy اللي هي الروت بتاع ده times x squared plus y squared plus 3xa xy مسألة اللي بعد كده الروت بتاع ال x 16x power 4 is 4x squared الروت بتاع 9y power 4 3y squared نعملها twicing اللي هيديني 24x squared y a squared يبقى انا هاد 24x squared y squared وحسب تراكت 24x squared y a squared طيب ما نيجي ناخد مع بعضيها ناخد ده مع ده مع مين مع ده ونضم الاثنين دول مع بعضيهم خد بالك بقى لما تيجي تضم دي ودي مع بعضيهم اعمل بلس لل 28 وال 24 يديك 52 52 بلها شروط يبقى هنا في الحالة دي بقى انا مش هاخد الترم ده انا هاخد الترم ده هو اللي هاخده مع التو ترمز دول ليه؟ لان انا عندي البرفكت سكوير تراينوميالز السكند ترم ممكن يكون بوزيتيف اور نيجاتيف يعني بدل ما اعمل البراكت باور 2 بدل ما اعمله اديشن اعمله سبتراكشن يبقى هنا خد ده الاول مع الاثنين دول وسيب ده هو اللي هيتعامل مع ده يديك نيجاتيف 4 هي اللي ليها روت يبقى لو اللي بقى معاك ما طلعش بيرفكت سكوير غير الترم اللي انت هتسيبه طيب يبقى هنا هيديني 16x باور 4 خلاص احنا هناخد ده بقى نيجاتيف 24x سكويرد واي سكويرد بلس 9y باور 4 يبقى بره مين؟ ال 24 ونيجاتيف 28 اللي هي نيجاتيف 4 x سكويرد y سكويرد اللي هي هت ايكوال ده كده اللي هو 4 x سكويرد المره دي بقى ماينس ماينس 3 y سكويرد all over سكويرد ماينس 4 x سكويرد y a سكويرد اللي هي هتديني هنا 4 x ماينس 3 y ماينس 2 x y وهنا 4x squared minus 3y squared plus 2xa plus 2xy
المساله اللي بعديها 4x باور 4 الروت بتاعها 2x سكويرد. هنا 25y باور 4 الروت بتاعها 5y سكويرد. نعملها توايسنج 2 تايمز 5 10 تايمز 2 20 يبقى دي 20 x سكويرد y ايه سكويرد. طيب يبقى هناد 20 x سكويرد y سكويرد وهنسبتراكت 20 x سكويرد y ايه سكويرد. طيب ناخد مين؟ ناخد ده كده مع ده كده مع ده كده زي ما احنا متعودين. طب نيجي نشوف الريميننج تيرمز. الريميننج تيرمز اما اجي اعمل لهم اديشن يديني نيجاتيف 49، يبقى ليها روت اللي هي 7، يبقى انا كده شغال صح. يبقى هنا يديني 4x باور 4 بلس 20 x سكويرد y سكويرد بلس 25y باور ايه y باور 4. هنا ده ماينس ده بلس ده يديني نيجاتيف 49x سكويرد y ايه سكويرد اللي هتيكوال معايا ده كده يديني 2x سكويرد بلس 5y سكويرد over squared minus 49 x squared y mean squared اللي هي هتيكوال معايا الاتي اللي هي هتيكوال معايا 2x squared plus 5y squared minus 7xy. وهنا 2x squared plus 5y squared plus 7xy. هنتفق مع بعضينا لما يجي لك الاكسبريشن ده الكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد والواي سكويرد السم بتاعهم زي الميدل تيرم، على طول تروح اعملها سيزر. يعني المنظر ده هيكمل معاك. لو جت معاك كده سيزر هتلاقي هنا عندك ال 2x مع الاكس والناحيه الثانيه ال 5y تحطها قدام الاكس كده 5y مع مين؟ مع الواي. بص على الدياجونال ده 2xy كده 5xy. انت عندك هنا هيبقى الاثنين بالبلس هنا والاثنين بالماينس هنا، يبقى انا اقدر اخد ده واخد ده مرتين. يبقى هنتفق مع بعضينا وانت ماشي في الليسون ده في اخر براكت لو جالك الكوفيشنت هنا وهنا الصم بتاعهم ده يبقى المساله هتكمل معاك. يبقى هنا هتيكوال معايا 2x بلس 5y تايمز x بلس الواي، وهنا 2x ماينس ال 5y تايمز x ماينس مين؟ ماينس y. المساله اللي بعد كده لما تيجي تبص تلاقي ال 3 ملهاش روت، وهنا 3 اه واضح ان انا هاخد ال 3 دي كومون. يبقى دي هتيكوال معايا الاتي دي 3 وهنا عندي m باور 4 بلس ال n باور 4 ماينس 5 ديفايد 3 از 1 اند وي هاف 2 24 ديفايد 3 از ال 8. الكلام ده m سكويرد n سكويرد. طيب يبقى لما اجي اعمل ادنج انا عندي هنا ده m سكويرد وهنا n سكويرد، يبقى السكند تيرم بلس اور ماينس 2 m سكويرد n سكويرد. يبقى ده اللي هعمله اديشن. يبقى دي هنا هتيكوال معايا 3 وهنا m باور 4 بلس n باور 4 ماينس 18 m سكويرد n سكويرد. هاد 2 m سكويرد n سكويرد وهشيل 2 m سكويرد n ايه سكويرد. طيب ناخد مين؟ احنا متعودين ناخد ده. طب هاخد ده كده مع ده وده. بص الريميننج نيجاتيف 18 ونيجاتيف 2 يديك مين؟ لما اعمل لهم اديشن يديني نيجاتيف 20 ملهاش روت. يبقى بالتالي اعمل ايه؟ لا بدل ما اخد ده اخد ده، هو ده اللي اخده مع الترمين دول، وده هو اللي تعمل له اديشن مع ده. يبقى النيجاتيف 18 بلس 2 نيجاتيف 16 تشتغل معاك صح. يبقى دي هتيكول معايا 3 هنا m باور 4 انا هاخد ده بقى ماينس 2 m سكويرد n سكويرد بلس n باور 4 الكلام ده ماينس ده وده يديني 16 m سكويرد n سكويرد. التأثير بتاع ده بتاع الاختلاف ده هيبان فين؟ هيبان في ان البراكت بتاعي اللي جوه هيبقى بالنيجاتيف. يعني ده هنا عندي m سكويرد ماينس n سكويرد. قبل في المسائل اللي قبل كده كنت بخلي دي بلس، وهنا ماينس 16 m سكويرد n سكويرد اللي هي هتيكوال 3 تايمز m سكويرد ماينس n سكويرد ماينس 4 mn تايمز m سكويرد ماينس n سكويرد بلس 4 mn. المسألة اللي بعد كده عندي 50 عندي 18. ال 50 ملهاش روت، لكن انا عارف ان الروت اللي قبلها 49 مستحيل ال 50 لما اخد منها حاجه تديني 49. عندي قبلها 25،
يبقى ال 25 تيجي ازاي من ال 50 لو خدت 2 as a common. يبقى المساله دي لازم اخد 2 common في الاول. لما اخد 2 common يبقى معايا 25x باور 4 بلس 9y باور 4 ماينس 34x سكويرد y ايه سكويرد. طيب ده الروت بتاع 25 از 5x سكويرد، الروت بتاع 9y باور 4 3y سكويرد، وعامل هنا توايسنج. يبقى الترم عندي هنا يبقى 30x سكويرد y ايه سكويرد. يبقى هاد وهسبتراكت ده، يبقى هيديني هنا 2 تايمز 25x باور 4 بلس 9y باور 4 ماينس 34x سكويرد y سكويرد بلس 30x سكويرد y سكويرد ماينس 30x سكويرد y ايه سكويرد. خد بالك لو خدنا ده كده مع بعضينا يبقى هنا نيجاتيف 34 وهنا نيجاتيف 30، تشتغل معايا نيجاتيف 64. طب ولو خدت ده الاثنين دول مع بعض يديك نيجاتيف 4، يبقى دي لو خدت دي تشتغل معاك ولو خدت دي تشتغل معاك. تعال نشتغل زي ما احنا متعودين، ناخد ده كده مع ده وده، يبقى انا هيديني 2 تايمز 25x باور 4 بلس 30x سكويرد y سكويرد بلس 9y باور 4 الكلام ده ماينس 64x سكويرد y ايه سكويرد اللي هي ايكوال 2 تايمز. انا عندي هنا هيبقى 5x سكويرد بلس 3y سكويرد all over سكويرد ماينس 64x سكويرد y مين سكويرد اللي هتيكوال 2 تايمز. هنا هيبقى 5x سكويرد بلس 3y سكويرد ماينس مين 64 يديني 8، يبقى 8xy. وهنا 5x سكويرد بلس 3y سكويرد بلس 8x ايه xy. تلاحظ ايه هنا؟ تلاحظ ان الكوفيشنت 5 و 3 السم بتاعهم 8. يبقى دي هتجو فارزر معاك للنكست ستيب. يعني هنعمل كده 5x و x هنا على طول تحطها جنب الايه الترم ده، يبقى انا عندي هنا 3y and y وهيبقى عندي الاثنين بوزيتيف والاثنين نيجاتيف. كده 5xy 3xy الاثنين يديني 8، يبقى انا هتكمل معايا 2 تايمز 5x بلس 3y تايمز x بلس y، ونحط الاثنين دول بردك بالنيجاتيف 5x ماينس 3y والx ماينس الايه ماينس الواي. طيب نيجي اللي بعديها، عندي هنا 18a باور 4، ال 18 مالهاش روت وعندي ايه كده شكلها غريب شويه. طيب وعندي ايه هنا كمان وايه هنا كمان، يبقى واضح ان انا هطلعها بره. طب ال 18 مين البرفكت سكوير اللي قبليه؟ ال 9، يبقى واضح ان انا هاخد 2، يبقى انا هاخد 2a as a common. يبقى هنا هتديني 2a يبقى معايا 9b باور 4 ماينس، لما اخد 2 11 ديفايدد 2 از 5 اند وي هاف 1، يبقى 14 ديفايدد 2 از 7. خدت ال a يبقى هنا b سكويرد c سكويرد بلس هنا 64c باور 4. طيب ال 9b باور 4 الروت بتاعها 3b سكويرد، هنا 8c سكويرد، هنا عندي نعملها توايسنج 2 تايمز ال 3 is 6، 6 تايمز ال 4 ال 8 يبقى 48، يبقى هنا 48b سكويرد c سكويرد. ده اللي هعمل له ادنج اند سبتراكتنج، يبقى هيديني الاتي، يبقى 2a هنا 9b باور 4 ماينس ال 57b سكويرد c سكويرد بلس 64c باور 4 بلس 48b سكويرد c سكويرد ماينس 48b سكويرد c سكويرد. متعودين ناخد ده وده وده مع بعضيهم. تعال بص على اللي بره، لما اعمل ادنج ال 57 بلس ال 48، 8 بلس 7 is 5 and we have 1، يبقى عندي هنا 4 بلس 1 is 5 بلس 5 is 10، يبقى 105 مالهاش روت. يبقى انا ما اخدش ده بقى، يبقى ناخد ده مع ده مع ده ونبقي ده وده هم اللي يبقوا بره. يبقى هنا هيديني الاتي 2a هنا بقى جوه 9b باور 4 احنا قلنا هناخد ده ماينس 48b سكويرد c سكويرد بلس 64c باور 4، يبقى بره مين نيجاتيف 57 وبوزيتيف 48، تحطهم على بعض يديك نيجاتيف 9b سكويرد c a سكويرد. الكلام ده لو هيديني 2a تايمز، عندي هنا هيبقى 3b سكويرد، المره دي بقى ماينس
8c squared باور 2 minus 9b squared c squared اللي هو هيتفك لي 3b squared minus 8c squared minus 3bc و 3b squared minus 8c squared plus 3bc. Exercise 3, factorize each of the following completely. لما تيجي تبص على الترم ده هتلاقي ان الاكس سكويرد ملتبلايد في البراكت ده، وهتعودنا لما تقابلنا المسائل دي لازم افك المسألة تاني، لازم اريدستريبيوت الاكس سكويرد جوه البراكت ده. يعني دي هتيكوال معانا المفروض ان هي 9x باور 4، هدخل دي هنا وايه وهنا، يبقى الكلام ده ماينس 10 x squared y squared plus y باور ايه باور 4. هتتحول معاك المسألة زي ما انت متعود. طيب دي هنا الروب بتاعها 3x squared، الروب بتاع ده y squared، يبقى الميدل تيرم هيبقى 2 times 3x squared y squared اللي هي 6x squared y ايه squared. يبقى ده اللي هعمله adding and subtracting ومليش دعوة بده خالص ولا ببص له. يبقى 9x باور 4 minus 10x squared y squared plus y باور 4، الكلام ده plus 6x squared y squared minus 6x squared y mean squared. وزي ما تعودنا هناخد ده وده وده، بس ابص انا نيجاتيف 6 ونيجاتيف 10 يبقى نيجاتيف 16 ليها روت، يبقى انا فعلا اجو اون واكمل في اختياري المظبوط ده مع ده مع ده، يبقى يديني 9x باور 4 plus 6x squared y squared plus y باور 4، الكلام ده هيبقى ماينس ده بلس ده يبقى 16 اكس سكويرد واي سكويرد، اللي هتديني هنا 3 اكس سكويرد بلس واي سكويرد باور 2 ماينس 16 اكس سكويرد واي سكويرد، اللي هتيكوال معايا 3 اكس سكويرد بلس واي سكويرد ماينس ال 4 اكس واي، وهنا 3x squared plus y squared plus 4x xy. وزي ما قلت لك انت بعينك هنا شايف 3 وهنا 1، الاثنين الصم بتاعهم يبقى 4، يبقى ده يتفك معاك. هيتفك معايا ازاي كده؟ على طول تحط 3x والx وهنا y وايه y، تشتغل معاك على طول كده 3xy وكده xy، تحط الاثنين كده يبقى ده براكت، تاخدهم مره بلس وخدهم مره ماينس، يبقى هت equal 3x plus y times x plus y، وهنا 3x minus y times x minus mean y. نيجي اللي بعديها نفس الكلام، هندستريبيوت هنا وهنا، هيبقى x power 4 minus 19x squared y squared plus 25y power 4، الروت هنا x squared، الروت هنا 5y squared، نعملها twicing يديني 10x squared y squared، يبقى هنا هنضيف plus 10x squared y squared minus 10x squared y squared. طيب لو جيت خدت ده كده مع ده وده مين يبقى بره؟ negative 19 و negative 10، لما اجي اعمل لهم summation يديني negative 29، لا يبقى ما دخلش ده، يبقى اخد ده مع ده مع مين؟ مع ده، وبقي ده وده بره، لما تيجي تعمل لهم سميشة هديك نيجاتيف 9 هتشتغل معاك. يبقى هنا x باور 4 هنا ماينس 10x سكويرد y سكويرد بلس 25y باور 4، الكلام ده هيبقى ده وده يديني نيجاتيف 9x سكويرد y سكويرد. طب الترينوميال دي تديني ايه؟ تديني x سكويرد المرة دي ماينس 5y سكويرد all over سكويرد ماينس 9 x squared y squared اللي هتديني x squared minus 5y squared minus 3xy، وهنا x squared minus 5y squared plus 3xy. هنا 1 وهنا 5، 1 و 5 الاثنين يديك 6 الصم بتاعهم، هنا 3 يبقى دي ما ينفعش تشتغل معاك كده، اخرها كده تقف معايا لحد كده. المسألة اللي بعد كده 4x squared times 4x squared يبقى 16x power 4 minus 28x squared y squared plus y power 4.
16x باور 4 الروت بتاعها 4 x سكويرد، الواي باور 4 الروت بتاعها y سكويرد، نعمل لهم تايمز 2 يبقى يديني 8x سكويرد y سكويرد، وده اللي هعمل له اديشن هنا وسبتراكشن. نيجي نشوف مع بعضينا، لو خدت انا ال 8 يبقى بره نيجاتيف 8 ونيجاتيف 28 دي نيجاتيف 36 تشتغل معايا كويس جدا مفيش مشكله. يبقى انا اخد ده كده وده كده ومين وده كده، يبقى هيديني 16x باور 4 بلس 8x سكويرد y سكويرد بلس y باور 4، الاثنين دول مع بعض بره يديني نيجاتيف 36x سكويرد y سكويرد، ده يديني 4x سكويرد بلس y سكويرد all over باور 2 ماينس 36x سكويرد y سكويرد، اللي هي هتديني 4x سكويرد بلس y سكويرد هنا ماينس 6xy، وهنا 4x سكويرد بلس y سكويرد بلس 6xa 6xy. السؤال اللي بعد كده هندستريبيوت هنا وهنا، يبقى 4a باور 4 ماينس 24a سكويرد b سكويرد بلس 9b باور 4، الروت بتاع ده 2a سكويرد، الروت بتاع ده 3b سكويرد، نعملها توايسنج اللي هو هيديني 12a سكويرد b سكويرد، نعملها اديشن وسبتراكشن 12a سكويرد b سكويرد ماينس 12a سكويرد b سكويرد. طيب لو خدت ده هنا يبقى معايا نيجاتيف 12 ونيجاتيف 24 تشتغل معايا نيجاتيف 38 36، يبقى جو اون اخد ده واخد مع 9 دي واخد دي، يبقى يديني هنا 4a باور 4 بلس 12 a سكويرد b سكويرد بلس 9 b باور 4 نيجاتيف 24 ونيجاتيف 12 نيجاتيف 36 a سكويرد b a سكويرد. طيب ده يديني مين؟ ده يديني 2a سكويرد بلس 3b سكويرد all over باور 2 هنا ماينس 36 a سكويرد b a سكويرد، اللي هتديني 2a سكويرد بلس 3b سكويرد ماينس 6ab براكت التاني 2a سكويرد بلس 3b سكويرد بلس 6ab. exercise 4 factorize each of the following completely. انا عندي هنا x باور 8 ماينس 16y باور 8 difference between two squares، اشتغلها على طول هتيكوال معايا x باور 4 ماينس 4y باور 4 تايمز x باور 4 بلس 4y باور 4، ديت برضو still difference between two squares، يبقى هتيكوال معايا x squared minus 2y squared times x squared plus 2y squared، وده يفضل معايا x باور 4 بلس 4y باور a باور 4. خد بالك الروت بتاع ال x باور 4 is x squared، الروت بتاع 4y باور 4 اللي هو 2y سكوير. طب لما اعمل ده توايسنج هيديني 4x سكويرد y سكويرد، يبقى نحط هنا بلس 4x سكويرد y سكويرد ماينس 4x سكويرد y سكويرد. طيب لما ناخد ده مع ده دول كلهم كده بيرفكت سكوير تراينوميالز، اللي هو هيديني x سكويرد بلس y بلس 2y سكويرد اوفر سكويرد، يبقى هات ايكوال ده هيزيد زي ما هما x سكويرد ماينس 2y سكويرد، الكلام ده x سكويرد بلس 2y سكويرد، هنا هيبقى عندي x سكويرد ماينس 2y سكويرد اوفر سكويرد ماينس 4x سكويرد y سكويرد، يديني ده زي ما هو وهنا يديني x سكويرد ماينس 2y سكويرد ماينس 2xy و x سكويرد ماينس 2y سكويرد بلس 2xa 2xy. نيجي نشوف المسألة اللي بعد كده x باور 8 ماينس 21 x باور 4 ماينس 100، دي ما ينفعش اشتغلها completing square لان دي عندي is negative، دي لو positive كنت هنشوف الروت بتاع ده والروت بتاع ده وهنأد ونسبتراكت الميدل تيرم.
طيب هنا المسألة دي ابتدي اشتغل السيكونس بتاعك بتاع الفاكتورايزيشن. طب نشوفها لسون 1. لسون 1 يعني ايه؟ يعني 2 براكتس، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. ليه؟ عشان عندي هنا ماينس، هنا عندي اكس باور 4 وعندي هنا اكس باور 4. زي ما اتعلمنا a by a يديني ال 100 والديفرنس بتاعهم يديني 21، هلاقي 25 تايمز ال 4. 25 تايمز ال 4 الديفرنس بينهم 21، 25 مع النيجاتيف يبقى انا عندي هنا 25 وعندي هنا الايه؟ ال 4. الاقي دي ينفع تشتغل معايا اعمل لها كومبليتنج سكوير، وده الديفرنس بين تو سكويرز. يبقى دي الروت بتاع الاكس باور 4 از اكس سكويرد، الروت بتاع ال 4 از 2 وهعمل لهم تايمز 2 يبقى عندي 4x squared. يبقى x باور 4 بلس ال 4 بلس 4x squared minus 4x squared، وهاخد دول مع بعضيهم. وهنا هيديني x squared minus ال 5 وx squared بلس مين؟ بلس ال 5. طيب ده يديني ايه؟ الحته دي كانت تديني x squared بلس ال 2 all over square minus 4x squared. الكلام ده كله تايمز اكس سكويرد ماينس ال 5 اكس سكويرد بلس مين؟ بلس ال 5. طب هنا المجموعه دي نعمل فيها ايه؟ تديني 2 براكتس اكس سكويرد بلس 2 ماينس 2 اكس واكس سكويرد بلس 2 بلس 2 اكس، وهنا اكس سكويرد ماينس ال 5 واكس سكويرد بلس مين؟ بلس ال 5. نسأل اللي بعديها. نفس الكلام هنا عندي ماينس، يبقى انا هشتغل اكني بالسيكونس اللي تعودنا عليه. واضح ان هي هتبقى ليسون 1. يبقى هنا 2 براكتس اكس باور 4 اكس باور 4 بوزيتيف نيجاتيف a تايمز a يديني 36 والديفرنس يديني 5. واضح ان هي 4 باي 9، 4 تايمز 9، وال9 تبقى هنا وهنا عندي الاي وعندي الفور. بس هنا في عندي واي، يبقى هنا واي باور 4 وهنا y باور a باور 4. difference between two squares، وده هيبقى نعمله completing. هنا الروت بتاع ال x باور 4 x squared 4y squared اللي هي 2y squared نعملها twice 2 اللي هي هتيكوال معانا 4x squared y a squared. يبقى ده هنضيف ونشيل الترم ده اللي هو x باور 4 plus 4y باور 4 plus 4x squared y squared. الكلام ده هيبقى ماينس ال 4x squared y squared، والبراكت ده يتفك x squared minus 3y squared و x squared plus 3y squared. ده يديني هنا x squared plus 2y squared minus 2xy times x squared plus 2y squared plus 2xy، وينزل الاثنين دول x squared minus 3y squared x squared plus 3y squared. المسألة اللي بعد كده عندي هنا نيجاتيف، ما ينفعش طبعا اشتغل كومبيتنج سكوير، واضح ان هي هتبقى ليسون 1 او 2 او 3. طب هنا ال 17 ده برايم، يعني مش هينفع اخد كومن فاكتور، ما قداميش غير السيزر. يبقى انا عندي هنا x باور 4 وعندي هنا x باور 4 y باور 4 وعندي y باور 4. لما تيجي تبص لل 81 وال 64 تلاقي الديفرنس بين ذم ال 17. يبقى انا لو خدت هنا 81 وهنا 1 زي ما هي وعكسنا الناحيه الثانيه هنا 64، يبقى الدياجونال ده 81 والدياجونال ده 64، الديفرنس بين ذم از 17. طيب الدياجونال الكبير ياخد النيجاتيف ساين، يبقى هنا نيجاتيف وهنا ايه؟ هنا بوزيتيف. تبقى المساله معانا عبارة عن 81x باور 4 بلس 64y باور 4، الكلام ده تايمز x باور 4 ماينس y باور 4. نعمل ده كومبليتنج السكوير، الروت بتاع ده 9x سكويرد، الروت بتاع ده 8y سكويرد. يبقى احنا هنضيف توايس 2 تايمز ال 9 از 18 تايمز ال 8 144، يبقى هنعمل بلس، يبقى ده 81 x باور 4 بلس 64 y سكويرد بلس 144 x سكويرد y سكويرد ماينس 144
اكس سكويرد واي سكويرد، الكلام ده هيبقى تايمز، نفك دول اكس سكويرد ماينس واي سكويرد اكس سكويرد بلس واي ايه سكويرد، وهرجع افك دي برضو، يعني دي هتتفك معايا لاكس بلس واي واكس ماينس واي، ده هيفضل زي ما هو اكس سكويرد بلس مين واي سكويرد، وهنا يديني 9x squared plus 8y squared squared minus 144x squared y squared. طيب تنهي معايا المسألة على ايه؟ هنا هيديني 9x squared plus 8y squared minus 12xy times 9x squared plus 8y squared plus 12xy، وهنا x plus y x minus y x squared plus mean y squared. وبكده يبقى احنا خلصنا lesson 7، والحمد لله كده يبقى احنا خلصنا السيريز بتاعت شرح دروس الفاكتورايزيشن دي. انا بعتبرها مرجع ليك او مرجع لاي حد عايز يرجع لاي lesson من الليسونز المشهورة في الفاكتورايزيشن، وطبعا في زي ما انت شفتوا في a lot of solved problems هتساعدك كتير في فهم الايه السيريز دي، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.